وإنما يحول بين ملتمس العلم والحفظ آفتان عظيمتان، إحداهما ترك رياضة القلب في الحفظ، ترك رياضة القلب في الحفظ، فإن القلب له قوة تزداد بتدريج المحفوظ فيها، فمن حفظ شيئا يسيرا ثم أدامه مدة قوي قلبه فقدر على الزيادة عليه. وأما من يهجم على الحفظ فيريد أن يكون حافظا مقصوده من العلم في يوم وليلة فهذا لا يدرك العلم، فيكون ترك الرياضة في الحفظ من أسباب العجز عنه والانقطاع دونه. والأخرى استطالة الطريق والاستعجال فيه، استطالة الطريق والاستعجال فيه، فإن من ملتمس العلم من إذا سمع منفعة الحفظ أراد أن يعجل فيه، ورأى أن طول المدة لو أنه جعل هذا المحفوظ منجما على أيام كثيرة يؤخره عن طلب العلم، فيقع في نفسه أنه يحفظ مثلا هذا المتن في يوم أو يومين ثم يهجم على هذا المحفوظ متوهما أنه يستطيع ذلك ويقدر عليه ليبقى. وقد يقع هذا لبعض الطلبة، فإن من الطلبة من يكون ذهنه قويا فيقدر على الحفظ إذا هجم، لكنه لا يبقى معه هذا المحفوظ، فإذا أصبح لم يجد هذا المحفوظ ثابتا، ويرى أنه لو قسم هذا المحفوظ في أيام طويلة أنه يضعف في العلم ولا يدرك بغيته منه. فهذه الاستطالة للطريق وعدم الحرص على الترفق بالنفس من الآفات التي تضعف المتعلمين في الحفظ. ومن بدائع ابن القيم قوله من استطال الطريق ضعف مشيه، من استطال الطريق ضعف مشيه، أي أن من رأى الطريق طويلا فإنه يضعف مشيه. وطريق دفع هذه الآفة أن ينظر المتعلم خاصة والعبد عامة إلى أن طريقه له منازل، إذا قطع منزلة منها انتقل إلى غيرها، وإذا قطع منزلة منها انتقل إلى غيرها، فإن هذا يعينه على قطع الطريق. فمثلا من أرصد بين ناظريه عند رغبته في العلم متونا عدة كالمتون المدروسة في هذا البرنامج وهي 15 متنا، فإن الذي يحضر هذا البرنامج ويرى هذه المتون 15 ثم يريد حفظها ويهجم على ذلك دون ملاحظة ترتيبها في منازل ينقطع عن ذلك. أما من جعل هذه المتون بمنزلة المنازل فيجعل في كل منزل متنا أو متنين وليجعلها 15 منزلا، ففي المنزل الأول هذا المتن، وفي المنزل الثاني هذا المتن، وفي المنزل الثالث هذا المتن، بمنزلة المحطات التي تكون في الطريق، فإذا فرغ من الأول انتقل للثاني، وإذا فرغ من الثاني انتقل إلى الثالث حتى يأتي عليها جميعا، فإن هذا مما يعينه على عدم استطالة الطريق. ولأجل هذا وقع القرآن مرتبا في سور، فإن القرآن جعل في 14 و100 سورة بمنزلة مراحل السفر في الطريق، إذا فرغ صاحب القرآن من حفظ سورة أو قراءتها فإنه بمنزلة من قطع مرحلة من مراحل طريقه فيقوى على قراءة القرآن أو حفظه. وكذلكم في حفظ العلم أو فهمه يجعل أخذه له بمنزلة مراحل الطريق في سفره في طلب العلم، فيهون عليه ذلك إصابة بغيته منه.